إذا موجودة في الجميل اللي كانت مفعلة فأكيد كتأدي الاختراق ديالك. تمن الفيديو حتى النهاية باش تعرف الطريقة الصحيحة باش تحمي الحساب ديال الجيميل من الاختراق. كتفتح الجيميل عادي، كنكليكو على الجيميل عادي كيوجهنا هذا الخيار، كنكليكو على ثلاثة الخطوط اللي في الأعلى، من بعد كناخدو بارامتر أي الإعدادات، كيوجيك هذا الخيار كتختار الجيميل اللي أنت كيهمك. كنختار الجيميل ديالي، من بعد كنهبط الخيار ما قبل الأخير، ما قبل الأخير هنا كما كتشوف تيليشارجي لي بيان جوان، تيليشارجي اوتوماتيكمون لي بيان جوان غير سون اون واي في، يعني اي حاجه كتصيفط لك ملي كتكون فاتح الواي فاي فهي كتسجل. اذا باش تجنب نفسك من الاختيار تحاول تلغي هاد الخانه اللي هي تيليشارجي لي بيان جوان، وبالتالي تكون حميتي نفسك من الاختراق.